حاضر يا فندم. كلمة حالا في كل لغات الدنيا يعني بسرعة، مفهوم؟ موجودة يا فندم. حاضر. ألو؟ أيوة يا فندم، بدور عليها حالا يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر، اتفضل يا فندم. حاضر. أيوة يا فندم. أفندم فين المهندس أحمد شاكر؟ حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. اتفضل. اتفضل تشرب قهوة. متشكر، شربت قبل ما يجي. أحسن علشان ما نضيعش وقت. سيادتك شفت الرسم؟ شفته، بس اشرحه لي بالتفصيل. مفيش مانع. ايه ده؟ دي بلكونات دايرة. كل ده وسع بلكونات؟ هما هيزرعوا فيها قط؟ هيربوا فيها طيارات؟ مفيش بلكونات، كفاية شبابيك، والمساحة دي تعمل قوات زيادة. ما هو بس لابد من مساحة كافية للبلكونة، السكان على الأقل يتنفسوا منها. يتنفسوا من مناخيرهم زي كل الناس، مش من البلكونات بتاعتي. وده ايه؟ ده الحمام. حمام؟ 3 متر؟ ليه يعني؟ ليه؟ حمام سباحة؟ مضيافة حموم على حسابي؟ متر وربع بس. حاضر. عشان ايه؟ هو هيشيل الواحد والدش؟ ما هو بس يا فندم. ايوه بس، دي احسن كلمه قلتها. انا عايز الرسم يتعمل زي ما قلت عليه بالظبط. حاضر. دي عماره تجاريه يا باشمهندس، اللي عايز يسكن يسكن واللي مش عاوز يسكن يتفلق. لا 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 لا، مش انت، انا منتظرك بكره. حاضر. لا 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 لا، مش انت، انا منتظرك حالا. انا صدق اسمع كلمه بكره علشان ياجل الدفع. راجل غني ومبسوط وميت على الدنيا. لا تقعدش، انا مش هقعد. ادخل. كشف مبيعات فرع طنطا يا فندم. طنطا؟ انت جاي ماشي من هناك ليه يا فندم؟ عشان الكشف جاي متاخر يومين، وحياتك تبقى تاخد مواصله سريعه يا باشمهندس عشان تجيني بالرسم بكره في ميعاد، وقبل ميعادي بمتر وربع كمان زي الحمام. ايوه حلوه دي. انا احب اللي يشتغل معايا يكون بحبوح كده، بس وحياتك تبقى تضيق بقك في النكت قد متر وربع كمان. ها؟ عن اذنك. اتفضل. فين كشف عمارة الدقي؟ عند السكرتيرة يا فندم. 5 جنيه عجز بعد سداد الايجار، وهشهش والجزار وقصة البطانية لأبلة نعمات. ايه ده؟ فرع بين طنطا ولا فرع بيتكم؟ ده خط الموظفة الجديدة بتاعت الحسابات. يعني هتروح فين؟ دلوقتي تلاقيه. يلا نقبض بقى قبل الصراف ما ينزل. دي لفت نظر. اتفضل. حاضر يا فندم. تعال واديها ال5 جنيه دول وشوف هتقدر تقسطهم على كام شهر من معيتها. حاضر يا فندم. انسة عزة. افندم. تعالي. اهلا بالست عزه. يا مرحبا. اهلا بيك. صحيتك تشوف لي حسابي يا عم الحاج. من عينيا. والنبي دقيقه واحده اما بس اطلع طلبيه الاستاذ رجاء الرسام. اتفضل. ادي العيش والجبنه، وادي السردين، وده بقى السجاير، وده بقى ايه؟ مش فاهم. استاذ رجاء، استاذ رجاء، حاجه تحير. شوفوا النبي ست عزه. مظبوط يا عم هشش، ده العيش بس عيش ملدي. ودي الجبنه البيضة. الجبنه البيضة. وده السردين. السردين. ودي دي السجاير. السجاير. طب وايه دي؟ دي يا سيدي البرسيم يا عم هشش. برسيم ازاي؟ ده غداهم. لازم بقى عندهم ضيوف. مرحبا بهم، نجيب لهم. حساب حضرتك بقى يا ستي. افتكر 250 قرش. النبي احسن من صغرك حسيبه. اللهم صل على جمال النبي. اتفضل يا حاج. ملبسه؟ ميرسي قوي، خليها للعيال، احنا كبرنا على الملبس بقى. ازاي؟ ده انت لسه في نظري الكتكوته الصغيره الحلوه اللي كانت بتيجي تاخد المصاصه الحمراء وتمصها عشان خدودها تحمر. متشكره قوي يا عم هشش. مع الف سلامه. بالك يا اختي وانت نازله احسن السلالم مكسوره. على فكره السلالم دي لازم تتصلح كمان. ان شاء الله. ان شاء الله. امتى؟
انا ابني يا اختي ما يجيش يسكن في بتاعه كده، سلمها مقصه. يعني ايه يا استاذ احمد؟ يعني تشوفوا لكم حل تصلحوها قبل كتب الكتاب، يا اما تاني انت عارفه. حاضر، مع السلامه. الله يسلمك. ازيك يا تيزا؟ تسلمي يا حبيبتي. شايفه يا اختي حكم القوي على الضعيف؟ قال لي تصلح السلم يا ما فيش جواز، يعني تبقى الشقه والجهاز، وهو ما عليها الا يخش ايد ورا وايد قدام، واذا ما صلحش السلم ما يخشش. معلش يا تيزا، ما انت برضو بتعملي راحه بنتك. ربنا يريح قلبك. الا قولي لي يا اختي. نعم. انت مش بتشتغلي عند الراجل اللي ورث البيت؟ ايوه. طب يا اختي ما تكلمهولنا يصلح لنا السلم، اله يريح قلبك، خلينا نفرح بالبنت ونكبر بخاطرها. عناية ليها يا تيزا. تسلمي عينيكي يا حبيبتي. عن اذنك. اتفضلي يا روحي، مع السلامه. ازيك يا رسميه؟ الله يسلمك يا ست عزه. ولا يهمك، ما تتضايقيش. انا عزه شفت صوره اللي رسمها لي ابي رجائي. الله، دي صورتي انا؟ لا دي صورتي. ما تزعلوش، صورتك انت وهو، انت تشيلها الصبح وانت تشيلها بعد الظهر. ها يلا سيدي خدها اتفضل. يلا قدامي. والله العظيم ما انا شغال من الصبح وانت موقفني قصادك كده. طيب انا استحمل، والحيوان الضعيف ده ذنبه ايه؟ يا عم ابراهيم انت راجل فنان وعارف الشغل. ايوه ما انا عارف ان انا فنان وعارف كل حاجه. معلش جعان. والجوع كافر. ما احنا بعتنا نجيب لها برسيم. وانا ما انت هتاكل معاها، قصدي هتتغدى برضه. معلش بقى يا ابراهيم، حقك عليا بقى، تعالى معايا. لا حق ولا حاجه. تعالى. معلش ست عزه، برسم لك شويه غزه في دلع. طب ارسم لنا حاجه غاليه شويه، تاكسي مثلا عشان يوفر علينا تعب المواصلات. هدي بقى. يلا قدامي على المطبخ، جاي جاي. طيب يا بابا. اهلا وسهلا. ازاي صحتك النهارده؟ الحمد لله. رضا خدت الدواء؟ ايوه يا بنتي خدت. خدته ازاي بقى وانا شايفه الازازه فاضيه بقالها يومين؟ ما اتفضل لاني خدته زي ما بقول. طب اتفضل يا بابا. لكن ده غالي قوي يا بنتي. صحتك عندي اغلى من الدنيا كلها يا بابا. باتنين جنيه ونص كتير قوي. معلش يا بابا، وانا خدت 5 جنيه زياده فوق المهيه النهارده يا بابا. لا حياتي تاخدي علاوه، ده انت لسه بقالك شهرين. اصل احنا دلوقتي يا بابا في عهد الذره، كل شيء ماشي بسرعه. دول سلفيه يا بابا. يظهر يا بنتي الشركه دي احسن من الشركه اللي كنت بتشتغلي فيها الاول. يظهر كده. هلا هي نجوى لسه ما جاتش؟ لسه ما جاتش. انا مش عارف البنت دي هي احوالها اتلخبطت وتتاخر كده ليه. لا بس يا بابا، يمكن عشان الامتحانات قربت. الامتحانات قربت، تتاخر ولا تيجي بدري عشان تذاكر؟ حد يذاكر دلوقتي؟ الظهريه دي معموله عشان الواحد ياخد فيها حاجه لبره قلبه، يقعد مع حبايبه يتكلم كلمتين حلوين في الظل. معلش والنبي، اصلي اتاخرت وزمان عايزه اجيت من الشغل. طيب يبقى يوم الجمعه؟ لا يوم الجمعه هذاكر عند فوفو. كويس، استناك يوم الجمعه قدام بيتها. باي باي بقى لحسن حد يشوفنا. انت مش تقول انكم ساكنين الناحيه التانية؟ معلش حد يكون طالع ولا نازل. باي باي باي. أما عيال العفاريت أعمل لهم إيه بس؟ هلو بابي. سعيدة. إيه ده؟ بغير عن محطات الفرنجي عشان في محاضرة إنجليزي بعد الريكويست. بلا ريكويست بلا كلام فارغ. يلا على المطبخ، ساعد أختك اللي طول النهار شقيانة. طب ما أنا طول النهار شقيانة أنا كمان. يلا. هلو عزة. أهلا نجوى. اتأخرت كده ليه؟ الاتوبيسات كانت زحمة، خدت فيسبا. ايه؟ خيار؟ لا. ايه مش بابا قال لي اساعدك؟ تعرفي؟ اما البت مشيرة جت بحتة جين فستان، انما الجنان يهوز تواليت على الاخر. وتعرفي الاستاذ قال لها ايه؟ يا انسة انت هنا في الجامعة مش في 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 دي، يعني ايه يا ابله؟ اذا كان هو ما قدرش يقولها، عايزاني انا اقولها؟ يلا روحي حضري السفرة. اتفضلوا الغدا جاهز. الله، مفيش جزر النهارده ولا ايه؟ واحدة غير الكاليتو. مين؟ المعزة. اه
اي ايت مظبوط؟ تمام، وسيادتك بتتقدم بسرعة. لا ما هو أنا مش هتعبك. اللي خلاني أفوت في الدنيا بالشكل ده مش هخليني أفوت في كلمتين إنجليزي؟ أصل المثل بيقول اللي يعرف لغة عدوه يتقي شره، مظبوط؟ فعلا. يبقى أنت خليك بقى معايا على كده كل يوم شوية، وأحسن وقت ساعة الأكل. هتاكل؟ أنا؟ يا جدع إيد. بس يعني أقول لك إيد، خد دي، والله لن تأيدها. حاضر. وفراخ يعني تشيكن. تشيكن؟ أيوه. دي أخرى مش هتتنسي أبدا، وخصوصا إن دي تشيكن بدارة. هنيا. وهنيا بالإنجليزي يعني إيه؟ والله الإنجليز ما عندهمش هنيا. أم أحمد، أم أحمد، أم أحمد. جرية كمال يا ابني، انت جاي برضو ليت؟ تو يا باب، تو ليت. تو؟ لا لا لا، تو ليت زي بعضه. تو ليت يعني ليت مرتين. ازيك يا استاذ حامد؟ اهلا استاذ كمال. طبعا انت اتغديت في المكتب زي العاده. أيوة. ايه الاخبار؟ عال قوي يا باب، القضايا اليومين دول كتير قوي، وهيزيدوا قضيتنا كمان. قضيه ايه؟ العماره اللي بلونا بيها لما قسموا تركه المرحومه عمتك. خلاص هنهدها، ايجاراتها ضعيفه قوي، وعاوزينك تبعت انذارات اخلاء للسكان من بكره. دي بسيطه قوي، هي عماره شبرا مش كده؟ يا ابني عماره شبرا لسه جديده. ده انت هتلخبط الدنيا. عماره شبرا مساحتها نص دي، وبتجيب قدها ثلاث مرات. اللي هنهدها عماره شارع السبيل. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. اشتا معلم. مش عليك يا سيدي، خش شوف شغلك. اهلا وسهلا صبح فندي. بذمتك مش من ورا قلبك ليه بس؟ اصل محصلين الايجارات اللي زينا بيبقى دمهم تقيل على السكان. مش تملي. اتفضل استريح. الله يكرمك. ده بس كل اول شهر اما تحصل اللي في ايدك وتيجي تلاقيهم جاهزين على سنجة عشرة. هم لا حصلوا عشرة ولا خمسة، دول اتنين جنيه عمي مأجر ربع بحاله. يا واد يا صفا. نعم. عارف ام علي اللي بتروح تمسح لها الشقة؟ ايوه. روح قول لها هات 2 جنيه للمعلم. حاضر. سيب اللي في ايدك وروح. الله يخرب بيتك. صبح فندي، تعال يوم 7 عشان تكون عمتي بعتت الفلوس لبابا، تكون كمان قبضت الجمعية يوم الخميس. جمعية ايه؟ اهدى يا بنت اللي بتقوليه. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مش بابا كان بيقولك لما يجي الصبح فندي تقولي لهم 7 عشان عمتي؟ اخلاص يا مقصوفة الرقبة. يا ستي فرقها بسيط، يوم 7 يوم 8. نهارك سعيد. نهارك سعيد. مش عيب يا بنتي اللي تسمعيه تنقليه؟ تاني مرة تعملي كده هقصم رقبتك. يلا نجري على جوه. يلا. استاذ رجائي، استاذ رجائي. فين الاستاذ رجائي؟ استاذ رجائي مش موجود، فضل استناه ما يجي. طبعا هستناه. الله، ايه ده؟ ازاي هت الحيطه ويبني بلكونه من غير اذن صاحب الملك؟ ده كلام ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. يا دماغي. مش حاسب يا صبح فندي كده، كنت هتقع البلكونه. الحمد لله اللي ما رسمتوش بحر كنت غرقت. لا يمنع الاجره. اتفضل. لا عايزهم فضه. اشمعنى فضه؟ لحسن تكونوا رسمينهم. معنى كل شهر بنرسمهم، اشمعنى الشهر ده يعني بالدقه؟ سلام عليكم. سلام. يا دماغي، يا دماغي. يا اساتذه، يا اساتذه، تعرفوا ترسموا دي بقى؟ يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. انتوا فين؟ وانا طالع خبطت على الباب محدش رد. والنبي ما سمعت يا اخويا. بس والنبي تقول لصاحب الملك يصلح السلالم، احسن جوازه البت كوم وتصليح السلالم كوم. امال كل شيء هيتصلح؟ دي هتتهد وتتبني من جديد. إله هيعمر بيته الفرماوي. انا بقول على العماره كلها. إله هيخرب بيته الفرماوي. بس غير مبسم الشيشه ازاي وهو لسه ما اتكسرش؟ العماره زي الحديد،
يهدها ليه؟ تمام، لكن الايجارات رخيصه وقديمه قوي. ما قلناش حاجه، بس هو مش محتاج لها. ولا هو معلم، ما هو كل واحد اولى بحق. طب السكان اللي فيها يعملوا ايه؟ يروح الاخ يسكنوا في حته تانيه. ما هيشتروها والله ما هتتهد. مش هتتهد، عنده حق يهدها. العماره دي بقت موديل قديم خالص. احسن من غيرها يا ست نجوى، وهي لمانه. مش هي دي برضه اللي اتولدتي فيها انت واخواتك وشفنا فيها ايامنا الحلوه يا ست عزه؟ نعم. انت مش بتشتغلي عند الفرماوي؟ ايوه. انا بقول لا، خليك مكانك حاج. سلم يا ست. صبح فندق قال النهارده للست ام رسميه انهم هيهدوا العماره. طب وفيها ايه بس يا جماعه ما يهدها؟ يعني من حلاوتها ولا من حلاوه حتتها؟ طول النهار يا بطاطا يا ترمس. ما عاوز البياعين يقولوا في السكه ايه يا ابوين يا كاديلك. هاي حلوه قوي دي. المهم بقى، احنا قاصدين حضرتك في خدمه، تكلمي لنا الفرماوي. خليك مطرحك يا حاج. ليه؟ اتكلم وانت قاعد. حاضر. تكلمي لنا الفرماوي افندي انه ما يهدش العماره. ايوه النبي، لحسن العريس هيطير من ايد البيت، اصلنا متفقين على السكن هنا. وليه ما نروحش كلنا احنا نقابله؟ ما تروح له حضرتك. انا 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 اخاف اروح لوحدي، احسن بعدين كلمه منه وكلمه مني اطبق في زماره رقبته واقتله والورثه تهد العماره. انا هبعت له مذكره. مذكره؟ انا شايفه يا جماعه انه قعدنا في عماره زي دي خطر على حياتنا كلنا، انما انا شفت كام شقه، انما جنان جنان جنان، ويسعونا كلنا. ايه رايكم؟ بس يا نجوى، انا النهارده لما هروح الشغل بعد الظهر هكلمه، هو اصله راجل طيب قوي. عن اذنكم. لا مكانك. ايه رايحه اقلع هدومي؟ اقلعي وانت في مكانك. عن اذنك بقى حاج، نستاذن وربنا يحمد الطاير. سلام عليكم. الواجب جمعيه الاطفال المحرومين، جمعيه لها اهداف كبيره، وانا اول واحد يساعد على تحقيقها، والفيلا تحت امركم. ده برضه اللي قالته الانسه عزه شكري يا فندم. عزه شكري؟ ايوه، بنت الدكتور محمود شكري. بنت محمود؟ دي سكرتيره الجمعيه دلوقتي يا فندم. ياه، دي كانت من كام سنه اطفال صغيره. بنت ليه؟ ظهر احنا اللي عجزنا بقى. ربنا يا فندم يديك طول العمر. اه، وما جاتش معاكي ليه؟ كان مفروض انها تيجي دلوقتي، لكن مش عارفه اتاخرت ليه. وجواب الموافقة يا فندم امتى؟ بكره هيكون جاهز. طب استأذن انا بقى. مع السلامة. الو كمال، النهارده قلت لهم يعملوا لنا كسكسي، لازم تيجي تتغدى. سعيدة سعيدة، انا عزة الموظفة الجديدة اللي في الحسابات. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ متشكرة قوي. انا عايزة اسأل بس، ممكن اقابل سيادة المدير؟ ليه؟ في حاجة؟ لا أبدا، أنا أصلي ساكنة في عمارته اللي في شارع سبيل، وسمعنا أنه عاوز يهدها. سامية هديلي دوسيه قطع الغيار. حاضر يا فندم، لحظة واحدة أنا هديله خبر. شكرا. أهو يا فندم. بعت الأمر الإداري للمستخدمين؟ أيوة يا فندم. طيب سيبهولي شوية. في بره لسه عزة. هي وصلت؟ أيوة يا فندم. طيب خليها تخش. حاضر يا فندم. قالت سكرتيرة الجمعية، قال ايام بتلف. عزة اهلا اهلا بالكتكوتة الامورة القطقوطة. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي كلها؟ تعالي تعالي. لا معلش، انا كنت جاية لسيادتك علشان. الله، انت بتتكلمي رسمي خالص. اصل الموضوع اللي انا جاية لسيادتك علشان. ايه موضوع ايه وسيادتك ايه؟ على العموم الموضوع ده انتهى خلاص. مبسوطة يا ستي؟ انتهى. ايوه، لكن ده احنا سمعنا ان سيادتك ناوي تهدها. لا 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 ابدا، ده انا ناوي ابيضها لكم كمان. صحيح، انا متشكره قوي لسيادتك، بس دي فيها كمان سلالم مكسوره و ايوه السلالم المكسوره تتصلح فورا. انا ما يخلصنيش حد من الاطفال يكون نازل ولا طالع، تبقى مش لطيفه. انا مش عارفه اشكر سيادتك ازاي. ايه سيادتك ايه؟ انت لو فضلت تقولي سيادتك انا هرجع في كلامي. لا، ما دام سيادتك قلت كده يبقى خلاص. عن اذن سيادتك عشان ما عطلكش كمان. يا سلام، هو انا طايل البنات الحلوين يعطلوني؟ معلش، اصل انا عندي شغل كمان. بيت يا اخويا حلوت قوي، هو فين كمال علشان يشوفها ويجوزها؟ مع السلامه.
المحاضر قصدي الانذارات. شايف طه افندي بيصركهم دلوقتي. احسن حاكم بابا لما يطلع في مخه حاجه يبقى عاوز ينفذها في يوم وليله، خصوصا في المواضيع دي. عنده حق، تلاقيها عماره قديمه وقايله للسقوط. يا الف نهار ابيض، ربنا يفرحنا بيكي زي ما فرحت قلوبنا كلنا. متشكرين قوي يا ست عزه. شربات العماره من الحاج هشيش يا جدع. اتفضل علمي. ان ما كانش شربات ورد مش هشربه. لا ورد، ورد عليك ورد. اتفضل يا ورد. حق الست عزه دي جت نجده يا جدعان. اتفضلوا شربات العماره من الحاج هشام. هات يا اخويا، ربنا يجعله شربات على طول. هات يا اخويا، ربنا يجعله ولد ان شاء الله. هتجيب ولد باذن الله. اتفضلي يا حبيبتي. هيقلبوا دماغنا بقى بالزغاريت والبتاع. هتلاقيش بقى مش هتتهاب. خد فول يا من تنع المنكسرين جابر يا رب. الله يبيض عرضك يا استقرن. شكر قوي يا ست هاني، ربنا يجعلها جوازة الساعة. من بقك لباب السما يا اخويا. بس اللون يكون ورد، احمد طلبه كده. ضروري يا حبيبتي، وهنحط عليه ريحة كمان. على اذنكم بقى. على فين؟ لا مؤاخذة، انا خليتها على البطانة. لا ما تمشيش الا ما تشطبها. من ما مشيتش مش هتتشطب، يعني لازم اروح اجيب اللون. عن اذنكم. على فكرة يا اختي، المنجد عمل ايه؟ اهو بيشتغل يا حبيبتي فوق السطوح والسلالم المكسرة، هتتصلح ان شاء الله قبل الدخلة. طب يلا بينا نشوف المنجد عمل ايه. مش اشربي الشاي الاول، هاتيهولي فوق. حلاوتك انت اللي قاعد لي كده في العمارة مجانا، لا اجرة ولا جواب مستأجر ولا اخلع. تسكن مطرحي؟ لا. الفرماوي بعت لسكان العمارة كلها جوابات مستأجرة بالاخلع. البوسطجي بيسلم المعلم هشيش تحت جوابه جاي لكم حالا. انا طالع اكتب له جواب زي وشه. عن اذنكم. بقى كده كنتوا بتضحكوا علينا وتقولوا لنا العماره مش هتتهد. ابدا، والنبي دي الست عزه هي اللي قالت. بلا عزه بلا بتاع. خلاص يا اختي، ابني هيتجوز بنتك على ايه؟ العماره وهتتهد، والحته الشقه اللي كانوا هيتلموا فيها مش هيقدروا يقعدوا فيها. تبقى ايه عايزه ايه بقى؟ طب يا اسطى احمد، بس المصاريف اللي انا صرفتها. ما احناش ملزومين يا اختي، بلا دوشه، شوفي لك صرفه. تبقى تتفرج عليها يا بابا، بس لو تتفرج عليها. دي شقه جنان جنان. امال يعني هنفضل لغايه ما تتهدى علينا؟ ايه هي اللي تتهدى يا بابا؟ اتفضلي حضرتك اقري. عشان كده كانوا مقابليني هم زعلانين، كانوا فاكرين انك ضحكت عليهم. انا اللي ضحكت عليهم، السافر الدون هو اللي ضحك عليا. فهمت، علشان وانا اللي فاكراه بيعاملني زي بنته. طلع طلع ايه؟ لا ولا حاجه يا بابا، ولا حاجه. شفت بقى، طلع ولا حاجه. ايدك على القرش، ستر انا. حلو. اهلا. عندك؟ عندي. انا مبسوط قوي اللي شفتك. مبسوط طبعا، انت زي بنتي. تمام زي بنتك، وعشان كده رجعت في كلامك. رجعت في كلامي؟ انا كنت غلطانه لما فكرت اترجاك. تترجيني في ايه؟ انت مش جاي تستلمي الجواب؟ الجواب استلمناه النهارده الصبح، وطلعتني كدابه قدام كل السكان. سكان ايه؟ هي فيها سكان؟ ايوه، كل السكان اللي في العماره اللي عاوز تهدها وترميهم في الشارع. يا كذاب يا غشاش يا بعنين زيغه. انت قليله الادب. انت القليل الحياه. انا ما بقاش يهمني، انا عارفه انك هترفدني. الشغل عند واحد زيك ما يناسبش اي واحده تحترم نفسها. تشتغل عندي؟ تشتغل عندي انا؟ اي وظيفه عندي اسمها عزه لازم ارفدها.
لازم ارفدها. انا لي الحيانة؟ طيب انا هوريكي، انا هطربع العمارة على الفية. كمال والدك. الو، ايوه بابا. حاضر حاضر، ما انا عارف عارف. انا مش فاهم يا اخي العمارة دي عاملة فيه ايه، لسه بعتين الانذارات امبارح ومش عايز يستنى المدة القانونية. خلاص تروح على هناك وتاخد كل ساكن على حدة وتتفاهم معاه. والله فكرة، وهو بكرة الجمعة ونتفاهم على رواقة. ايوه والله. متأسف قوي قوي. لا معلش، حصل خير، انا ما كنتش باصه قدامي. ولا انا، اصلي بدور على العماره اللي 21 مكرر. هي دي. تسمح اسمحي لي اوصلك. اتفضلي اتفضلي. فرماوي فرماوي، قطيعه تقطع الفرماوي سنين السودة. ايه بس، ماله ماله يا معلم؟ قطع عيشنا الله يقطع عمره من الدنيا، كنا حنبيض القطين للعروسة ونجيب هدمتين للعيال، وبعد ما كشطنا الحيطة وبطلناها وخلناها فل الفل، مش عايزة تتفعل حاجة، وتقول لي ايه؟ سيب ورا ما وحيهدها. معلش، منه لله. منه لله ألف مرة، ربنا يقطع عمره من الدنيا يا رب. حاسب السلمة مكسورة. معلش، ما احنا طالعين سوا. أنا سكنة هنا. أو ماله، اتفضل. معلش. يا خبر، كويس كده؟ ما عايز ياخد منه صورة الفرماوي. وريني الصورة كده يا شاطر. طب يلا يلا، امشي على تحت. عن إذنك دقيقة. اتفضل يا أستاذ. دقيقة واحدة بدك حاجة نضف لك بيها البدلة. في إيه يا عز؟ العيال خبطوا في واحدة فندي طالع وسخوا له بدلته بالحاجات اللي أنا شارياها. العيال دول مش هيبطلوا شقاوة؟ أنا عارفة. تخلوا بدلته هو بالحاجات اللي شاريها هي. طب ازاي؟ اتفضل يا حضرتك، اتفضل. شكرا يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي صح؟ اه يا حضرتك تسمع. ايوه اتفضل يا فندم. وبعدين بقى؟ لا معلش، ولا يهمك. مفيش مكواجي قريب هنا؟ في طبعا فيه. خلاص نقلع البدله ونبعتها له. ايوه يعني لو كان في حاجه تانية البسها. طبعا في حاجه تانية. اصل انا كمان جاي لحضرتك في كلمتين مهمين جدا، على بال ما نخلص الكلمتين وناخد وندي مع بعض تكون البدله رجعت من عند المكواجي. اه كذلك. اعمل لنا قهوه يا عز. لا يا فندم متشكر، مفيش لزوم للقهوه، بلاش. شاي؟ لا حاجه تانية بقى لو سمحتي. حاجه ساقعه؟ لا حاجه تانية لو سمحتي. حاجه تانية يعني ايه؟ عصير طماطم عشان ابقى انا والبدله شاربين زي بعض. اتفضل. ايوه اتفضل فندم. اتفضل. ما تعرفوش ازاي؟ زي ما بقول لك كده، لكن ده لطيف قوي وشيك قوي. يعني ايه؟ يعني لازم تعرفيه. امال اذا كان ده ما يتعرفش، مين اللي هيتعرف؟ مش عارفه. علشان اذا ما كانش عشانه هيبقى عشان مين؟ الله، طلبات موجه قوي. هاتي لي كوبايه. كوبايه كوباية. الله، ايه ده يا ولاد؟ خسروا البدلة. معلش بقى، رايح على المكواجي. الأولاد دول بقى شقية قوي. ربنا يخليهم لك، كل الأولاد كده. لهم حق يرسموا طور. صاحب العمارة؟ أيوه يا سيدي، عاوز يهدها ولا هو السائل في اللي زي حالتنا، مع إنه راجل غني وكان لازم يخلي شيء لغيره. أيوه مظبوط. ما لهمش حق، كان لازم يرسموه بقرة مش يرسموه طور. أصله إيه تاني؟ لو حق، أنت كنت عاوز تقول لي كلمتين. أيوه فعلاً. اتفضل. متشكر يا فندم. العفو. يعني ما قلتليش يا ابني. أيوه، ما أنا هقول لسيادتك أهو. أنا الحقيقة كنت جاي عشان أتكلم في موضوع إيه؟ الإخلة. إخلة؟ أيوه، لكن بلاش، مش ضروري يعني، مش مهم. تكونش جاي عاوز شقة تدفع فيها حلو؟ أيوه مظبوط، خلو. لطيف قوي حكاية الخلو دي. مسألة الخلو بقت أهم عند أصحاب البيوت من الإيجار نفسه، حاجة بقت مش معقولة أبدا. فعلا مش لطيفة أبدا مسألة الخلو دي، لكن أصلا عاوزها عشان أفتحها مكتب محامي.
مكتب محامي في الحته دي؟ ايوه، يساعد مع مكتب اللي في وسط البلد. سكان الاحياء الوطنيه دول من واجبنا نخدمهم برضه. بالطبع يا ابني، واحنا هنكون اول زباين. انا كنت نازل دلوقتي اشوف واحد محامي. يا فندم انا تحت امرك. خلاص هتبشر لنا القضيه مع صاحب الملك. ها؟ لا بس اصل هديله الانذار يا عزه علشان يشوفه. لا لا ملوش لزوم، انا عارفه. عارفه؟ اصل دايما سيره الانذارات دي كلها واحده زي بعضها. هي البدله بتاعتي هتتاخر عند المكواجي كتير. هجيب لك فوطه حالا عشان انضفها. ملوش لزوم. اتفضل يا عمي اتفضل. اتفضل اتفضل يا سيدي. مؤاخذه. اتفضل. يلا بقى عشان نلحق اماكن كويسه. هوا ولا عايز الزمالك والاهلي يلعبوا مع بعض من غير ما نتفرج عليهم؟ عيب، هو احنا لو ما رحناش هيعرفوا يلعبوا؟ طب يلا. هي الساعه كام؟ الساعه 2 وربع. يا خبر. يلا. الله، والبدله استاذ سوقي بعد ما ارجع من الماتش دوري هخلصها لك، بس ادعي لنا يا ابو علي. ربنا معاك. ادعي لهم على ايه؟ هم اللي هيلعبوا. يلا بينا. الله. ولا تفضل تفضل. انت ما قلتليش. ايوه. اسم حضرتك ايه؟ اسمي كمال، ولو انه ما بقاش لايق دلوقتي لكن. قولي يا استاذ كمال، تفتكر انك هتقدر على واحد زي الفرماوي؟ ان شاء الله. انا هحاول اتفاهم معاه بالطريق الودي، يمكن نوصل للنتيجه. اصل انتوا ما تعرفوش الفرماوي ده قلبه طيب جدا. إيه؟ قلبه طيب. انا بسمع عنه كده يعني، بسمع عنه. ايه ما جبتوش البدله ليه؟ بعد ما يرجع من الماتش هيخلصها. ماتش ايه؟ اجري روح هتوه اوام. يوه، ما زمان اقفل عليها وماشي. يلا. طب وبعدين؟ معلش يا جماعه، استاذن انا بقى. هتنزل كده؟ مش معقول. اتفضل حضرتك استريح شويه، لسه بدري. النهارده الجمعه، وراك ايه؟ كلها ساعتين ثلاثة ويجي المكواجي وتلبس هدومك. حضر لنا الغداء يا عزة. حاضر. اللي قول لي حضرتك. ايوه عمي. قول لي بكل صراحة كده. أيوة. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ها؟ انا من ده على ده، زمهلاوي. زمهلاوي. اتفضل. اتفضل يا فندم. ها قول لي، انت حسن ولا حسين؟ حسين. سعيدة يا عمي. أهلا وسهلا. اتفضلي. الأستاذ كمال المحامي. أهلا. أهلا وسهلا. أنتي اللي جابك دلوقت. محامي إيه ده اللي لابس؟ وأنتي مالك؟ فهميني الأول، إحنا مش كنا متفقين إن إحنا هنذاكر عندك النهاردة، ولا أنتي ناسية إن النهاردة الجمعة؟ اسمعي، أنا جاي أقولك إن أنا مش هكون موجودة في البيت النهاردة، رايحة أذاكر عند ثانية علشان رؤوف مستنيني قدام بيتها. طب ونعمل إيه بقى؟ صلاح هيستناني قدام بيتكم. وأنا هعمل لك إيه بقى؟ ما أنتي لو جيتي هتفضحيني، وأنا كذبت عليهم في البيت وقلت لهم أنا جاي أذاكر عندك. اسمعي، انت تستني في البيت، ولما تشوفي صلاح جه تنزلي تقولي له إني مستنياه في الجنينة، وأنا هروح أقول لرؤوف إنك مستنياه. فين؟ لا مش هقولك فين، انا ما احبش اقول لحد على اسراري. اكتب له ورقه. احسن، وانا هقراها عشان ما تبقيش قلتي. احنا نازلين يا بابا عشان نروح نذاكر. عن اذنك يا استاذ كمال. اتفضلي. اوعي تنسي حفله الميلاد يا عز، ويا سلام لو جبتي معاكي الورد الابيض. ايوه، عشان تبقى صاحبه جميله. و يلا بقى عشان نلحق نذاكر، زمان الكتب مستنيانا في الشارع. طب يلا، باي باي. باي باي. الورد الابيض تشبيه حلو، بس المهم يستمر كده على طول. ما هي كل الالوان كان اصلها ابيض واتغيرت. اجمل حاجه في الدنيا الحب ده. لو كان الواحد يعرف يحبه وعنده سنه ولا اتنين كان كسب وقت كتير من عمره. طب انا عايز اكسب وقت بقى واروح عشان اذاكر. والمفاجاه انت مش عايز تقول. اقعد انا اقولها لك. انا هتجوزك. ازاي؟ ازاي؟ زي اي واحد بيتجوز واحده، زي الراجل اللي هناك ده. بابا بتاعي وافق وهيروح يقابل بابا بتاعك. فين؟ في بيتكم. لا. ليه؟ بعدين اقول لك. ليه؟ بعدين اقول لك. ده حسن وحسين؟ ايوه.
ودي نجوى. ايوه. امال بابا فين؟ بابا الناحيه دي عشان هو اللي كان بيصور. الله، لكن انت مالكيش ولا صوره في الالبوم؟ صوري في البوم تاني. نبقى نشوفه بعدين بقى. هي ساعة بقت كام دلوقتي؟ ساعة 7:15. ياه، هو المكواجي مش ناوي يرجع ولا ايه؟ هو لما بيلعب الاهلي مع الزمالك يا يفرح ويهيص يا يتكسف وما يجيش. طيب معلش مضطر استاذن انا بقى بالشكل ده وامر لله. والله يا ابني احنا متاسفين قوي. لا العفو يا فندم، حصل خير، دي فرصه سعيده قوي. فرصه سعيده. ان شاء الله مر بكره ارجع الروب يا اخي وناخد البدله. خليك مرتاح يا عم، متشكرين. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. اشوف وشكم بخير. نشوف وشك على الغدا بكره، يعني تيجي تتغدى معانا بس بالروب برضه. ان شاء الله، بس ما تنسيش تجيبي ورد ابيض. ما انت هتيجي. وانا كمان بقول حكايه السن دي مش مهمه، الشباب شباب القلب، ولو حضرتك بس شفتها. يا جدع يا عل، اشوف مين؟ هتخسر ايه؟ شوف دي صحه وشياكه ومليانه كمان. مليانه ايه؟ مبسوطه يعني. فلوس دي ما تهمنيش، انا بحسب مليانه يعني مليانه. ومن الجهه دي كمان مليانه. بس انا عندي وقت للكلام الفارغ ده، ولو انهم بيقولوا يعني ان الجواز ضروري لرجال الامل. حاجه لطيفه قوي، ايه اللي اتعامله في روحك؟ لا مفيش، اصلي كنت عند واحد صاحبي في عزبتهم وكنا بنهزر، اتدلقت حاجات على بدلتي، لبست قميص مراته ما كانش عندها غيره. ولما ما كانش عندها غيره لبسته ازاي؟ لبست هي البدله، ما هي قاعده في البيت. فكرتني، عملت ايه في سكان العماره؟ قبل ما اروح العزبه رحت لهم وهددتهم. كويس، عزلوا خلاص ولا لسه؟ تصور يا بابا، حصلت صدفه غريبه خالص، قابلت ساكن منهم طلع مستشار كبير قوي اسمه الاستاذ عبد الوارث، فكرني بقانون فصفهم خالص يا بابا، قانون 182 لسنه 60، ده صدر عشان يكون رادع لتجار، قصدي لاصحاب العمارات اللي عاوزين يهدوا العمارات، عشان كده لازم ندرس المساله شويه. ندرس؟ العماره لا تنهد، واذا ما كنتش تقدر تقف قصاد عبد الوارث هجيب محامي غيرك، تقدر تقف ولا لا؟ ما انا واقف اهو يا بابا. واظن تقدر تمشي. اذا كنت مشيت في الشارع مش هقدر امشي في بيتنا. قانون 182 لسنه 60. ايوه، الخاص بالمباني. بس القانون 182 لسنة 60 مش بتاع مباني ولا حاجة. مش بتاع مباني؟ لا، بتاع مخدرات. بتاع مخدرات؟ أنت متأكد؟ طبعا يا أخي. النصاب عاوز يضحك على الولد، أنا لازم أروح أقدمه. شفت صباح الخير؟ لا، دي في حاجة تهمك قوي. دي لازم النمرة من نمر حضرة المستشار، أنا لازم أقدمه. دي حاجة تجنن. أيوه. قول لي يا شاطر، الأستاذ عبد الوارث اللي ساكن هنا هنا؟ أيوه هنا. الله، مش أنت الطر؟ طر؟ يا قليل الأدب يا مزبلح. تعال هنا يا. نعم. خير؟ لا خير قوي. اتفضل. انا الفرماوي طبعا، مش منتظر انك تشوفني هنا يا حضرة المستشار. مستشار؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ برضه كلامي انا هو اللي فارغ يا حضرة المستشار؟ لسه بيقول لي مستشار. انت متصور كده بكل بساطة انك تقدر تقلب العمارات الى مخدرات؟ عمارات الى مخدرات؟ انا اعرف انه يخلق من الفسيخ شربات، لكن العمارات الى مخدرات دي؟ لا، انا ما بشربش قهوة. اوعى تفتكر انك تقدر تهاجمني علنا، انا ابهدلك وابهدل اللي نشرها لك. ما شاء الله ما شاء الله،
حضرتك عاملني شغلانتك ولا ايه؟ لا حاجة لطيفة قوي. مين ده؟ ناجي؟ ناجي الرسام اللي ساكن في ملكي انا؟ هات الصينية دي، شيل الكرسي ده لما فوت. ايوه خليك زي ما انت لغاية ما اروح ابهدله واجي ابهدلك انت الاخر. ما شاء الله ما شاء الله. ايه راجل مجنون ده؟ عمارات، محادثات، مخدرات، انا مش فاهم حاجة ابدا. يا برك هاي الفرماوة ارسمه من تاني. يلا يا ولد اطلع برا. ما شاء الله ما شاء الله، وكمان بترسمه على الحيطان بتاعتي. والله عارف والله عارف. ايه الفوضى دي؟ ما شاء الله ما شاء الله، الكلام ده علي انا. انت حضرتك يعني مستخف قوي دم رسمة حضرتك؟ طبعا. عظيم عظيم. طيب تسمح لي اقول لك انك يعني باذن الله باذن الله تعالى هتروح في داهيه؟ تفتكر؟ لا ده انا متاكد يا استاذ. تفكر ايه؟ هي الدنيا سايبه تشتم الناس من غير ما حد يقدر يكلمك؟ انا اذنك لحظه. اتفضل. احدث نيكوتين يا ناجي. والله اقول لك ايه، ها اشربها على مهلك، دي اخر سيجاره. سيادتك كنت تقول ايه بقى؟ اقول فاهم الدنيا سايبه تشتم الناس من غير ما حد يقدر يكلمك؟ والله كل واحد حر في ابداء رايه. ابداء رايه ولا اطلاق دقنه يا استاذ؟ حاجة عظيمة قوي ده رأيه، ها؟ حاجة جميلة قوي. طب تسمع حضرتك إن حضرتي يبدي رأيه في حضرتك؟ لا لا لا. ليه؟ أقول لك لا ليه بقى. اتفضل يا سيدي قول لي لا ليه. اتفضل. لأن رأي حضرتك ملوش أي قيمة عندي. ملوش أي قيمة؟ دي اسمها قلة أدب. أنا هعرف إزاي يا أفندي أخليك تدفع تمن رسوماتك دي؟ غالي. أيوة غالي جدا يا حضرة. ها؟ عاوز ايه يا فندم انت كمان؟ نعم والله. تدفع لنا في الصوره دي كام بقى؟ نعم. ايه ايه ده ايه ده؟ دي اسمها قله ادب. دي مش قله ادب وبس، دي قله حياه. قله قيمه. قله قيمه دي هي. يلا بقى يا فندم خلينا نشتغل. ايوه انا هوريكم اللي محدش شافه قبل منكم. انا هعلمكم الربايه، هعلمكم الادب. من بكره هرميكم في الشارع. ايوه في الشارع من بكره في الشارع. خلينا في النهارده. ايه حكايه العمارات والمخدرات؟ العمارات اربع خمس ادوار، انما المخدرات 25 دور، كل دور بسنه، يعني تابيده. انت فاهم يعني ايه تابيده يا حضره المستشار؟ وانا مش هنا. ما تخافيش احنا عملنا وياه الواجب برضه. يا خساره يا خساره، انا جيت وهو ماشي كان راكب عربيه جنان. هنا عليك يا رسميه يا بنتي، العماره هتنهد. يا شيخه سيبك من العريس ده، ده عايز يتجوز الشقه مش البنت. المهم عاوز اعرف المحامي بتاعكم ده عمل معاه ايه خلاه يتجنن بالشكل ده؟ لازم راح كلمه وفهمه عشان كده جه يهددنا. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا بيكي. اتفضل. تعال يا ابني تعال. انت ايه حكايتك مع الفرماوي ده؟ جه هنا اتخانق معانا. انت قلت له ايه؟ ولا حاجه، انا لسه ما قابلتوش حتى. ليه؟ لازم الصوره اللي نشرها الاستاذ رجائي هي اللي خلته يعمل كده. ايوه مظبوط لازم كده، ما هي كمان اصلها صوره صعبه خالص. في ايه؟ ماما بتقول لك روح هتلاقي اللفت اللي قالت لك عليه لحسن اتاخرت، اوعى تجيبوا شايخ زي اللي جبته في اختي عجيله. لا هجيب نون المره دي عن اذنكم. مع السلامه. اتفضل. الاستاذ كمال يقول لنا رايه ايه؟ برضه لازم اقابله واحاول اتفاهم معاه بالذوق احسن. بعد ما جه لحد هنا وتهجم علينا لسه هنتفاهم معاه بالذوق؟ اذا كان صحيح القانون بيحمينا مفيش قدامنا غير المحاكم. واحنا هندفع الاتعاب هنشارك فيها، وانا الساعه بتاعتي تساوي 10 جنيه اهي. وانا مستعد ادفع زيهم، وانا اقدر اوفر من جهاز رسميه قدهم. يا جماعه يا جماعه صدقوني الفرماوي ده مش زي ما انتم متصورينه ابدا. الله رسميه في ايه؟ خير
عايزانا نرد لها الشبكه. يا دي الخيبه اللي هتترد الميه في زورك يا بعيد يا اللي ما انتهينا يا فرماوي. ايه الحكاية؟ العمارة شرخت يا فندم من الزلزال. مفيش حظ، ما كانت وقعت احسن ووفرت علينا هدها. لا يا فندم، عمارة شارع السبيل ما جرالهاش حاجة، اللي اتشرخت عمارة شبرا الجديدة. ده انا حوديه في داهية المقاول الغشاش، ده لسه ما فاتش عليها سنة. روح اطلب لي كمال. تعال هنا يا حضرة محامي، تعال. المقاول اللي عمل لنا عمارة شبرا لازم اشنوه. الزلزال شرخها كويس كده؟ كويس كده. يعني دلوقتي عندنا قضيتين، ممكن تشوفهم انت ولا ندور على محامي غيرك يشوفهم يكون يعرف يفرق بين العمارات وبين المخدرات. حاضر. غديت؟ لا. تعرف تتغدى ولا ندور على واحد غيرك يعرف يتغدى؟ لا هدي بقى اعرفها كويس. ايه اللي مضايق؟ قضية العمارة ولا في حاجة تانية؟ ابدا، هي العمارة، خايف لخسرها، أصلها عمارة لطيفة قوي وجميلة قوي. دي قديمة وشكلها وحش. أبدا يا عم أحمد، أنت ما شفتهاش، دي زي القمر، أوام وعينين وخفة. فين؟ طب ما تتجوزها يا عم أحمد. بقول لك اتجوزها. مش ممكن يا عم أحمد، عشان هي من سكان العمارة. إزاي؟ هما ما يعرفوش إن صاحب العمارة والدك؟ طبعا ما يعرفوش، انا ما اقدرش اقول لهم، خصوصا انها تبقى بنت الاستاذ عبد الوارث اللي بابا راح اتخانق معاه. شوف يا عم احمد، الصراحه مفيش احسن منها. ايوه انا هروح اقول لهم على كل حاجه واللي يحصل يحصل. احسن. طبعا احسن. ايوه. السلام عليكم يا بابا. أنا مش فاهم الولد ده ما عادش يطيق يقعد في البيت ليه؟ أصلها زي القمر، قصدي يعني يمكن بيزهق من الوحدة. يعني إيه؟ عاوز يتعلم السهر برا؟ لا، يتعلم السهر جوه، بكرة لما هيتجوز هيحب البيت تاني. يتجوز؟ أيوة، خصوصا لما الأولاد يملوا علينا البيت ويشاؤم ويتنططوا على شجرة الجوافة زي ما كان بيعمل وهو صغير. وبرضه هتخبيهم في أوضتك زي ما كنت بتخبيه لما باجي أضربهم؟ لا، ودي تيجي المرة دي هيستخبوا في أوضة جدوهم. جدوهم؟ جدوهم، ويبقولوا لي الحقنا يا جدو، بابا بيضربنا يا جدو. أنا هبقى أديهم الأوضتين اللي جنب أوضتي. وتستحمل عيالهم وهم صغيرين؟ طبعاً، وهو هيبقى فيه ألذ من كده دوشة، ألذ من كده زيطة، ألذ من كده. لكن هو قالك إنه عاوز يتجوز؟ ده اللي قدرت أفهمه. وانت ضامن انه هيخلف؟ وضامن انهم هيعملوا زيطه زي ما قلت لك. خلاص، يبقى مستني ايه؟ لازم يتجوز فورا. لازم، زي القمر، زي القمر. حاسب يا حلولي. زي القمر، زي القمر. اتفضل. عايز اعرف هتوديني فين دلوقتي؟ تعرفي بس اركبي عربيتك. الرخصه باسمي. اتفضلي. هي ملقتش شغل؟ أظن لسه. قبل ما نمشي من هنا عايز أعرف موديني فين؟ هوديكي تشوفي المكان اللي أنا بتمنى أعيش فيه مع واحدة تشاركني حياتي، ولما تشوفيه ويعجبك وإحنا راجعين هقولك على كل حاجة.
انا شايفك معجبه قوي بالعماره بتاعتكم، ايه رايك في دي؟ حلو قوي، بس ايه اللي هيجيبنا هنا؟ دي مش فاهمه، بس دي حاجه بسيطه قوي، بس محتاجه لتفسير. ما هو دايما الحاجات البسيطه كده، يا مش محتاجه لتفسير ابدا يا محتاجه لتفسير قوي. بس دي حكايه بعيده قوي. ليه؟ يعني بعيد عن اللي زينا، وبعيد عن الناس اللي عاشرناهم وحبونا وحبيناهم. ما هو يمكن تلاقوا هنا ناس يحبوكم وتحبوهم برضو. إذاعة مع الشعب من القاهرة، تقصدوا محلات الفرماوي، بها أحدث تشكيلة من الثلاجات والغسالات وتكييف الهواء. تقصدوا محلات الفرماوي، تجدوا ما يسركم. هو الراجل ده ورانا اسمه بيهكر دمي، عمري ما كرهت حد بالشكل ده. أنا آسفة. لا معلش. كنت عاوز تقولي حاجة؟ مفيش داعي بقى، الفرماوي ضيع الجو الشاعري اللي كنا هنتكلم فيه. أنتي مش كنت عاوزة تروح تجيب الأولاد ونجوى من عيد ميلاد صاحبتها؟ أيوة. طب أوصلك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا، نصبح على خير. لا نصبح على خير، بس وأنت معانا. أهلا عزة، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. إيه جريت عليها كده ليه؟ أختها الكبيرة. تعرف إنها حلوة؟ نعم، قصدي أقول يعني شيك. بس مين ده اللي معاها؟ أنا عارف. طيب كمال، تعالوا قولوا لي بقى. خلاص مدام جيتي، خلينا بقى لما تخلص الحفل. عشان خاطري يا عزة، هو الأستاذ كمال مش بيرقص؟ آه طبعا. لا قصدي ممكن، بس أنا ما بعرفش أرقص كويس. دي حاجة بسيطة خالص. أنت كل حاجة عندك بسيطة. أعمل إيه؟ أنا بشوفها بسيطة، يخش الفرماوي يعقدها. أنتوا متأكدين إنكوا ساكنين هناك؟ أيوة، شارع السبيل نمرة 21 مكرر، وسموه مكرر عشان حسين هو المكرر. لكن شوف باين قبل عزة هتتجوزها، هو كل واحد درس مع حد يبقى هتجوزها. ايه طب ده الجدع ده صاحب ابي صلاح، راس يجمع 10 بنات بحجوزهم كلهم يا اخويا. لا لك الاستاذ كمان ناوي، وانا بقول لا تراهن اراهن. ايه رايك لو عرفتيني على اختك وكلمتها في موضوع جوازنا؟ يا صلاح قلت لك اصبر شوي. اصبر لحد امتى؟ لحد ما تتهد. انت عرفت وكدبت عليا ليه؟ كنت خايفه لحسن. قد كده ما كنتش واثقه اني بحبك. يعني بالعكس. يعني طبعا، بس على شرط دي اخر مره تكذبي عليا فيها. هو برضه عدد العمال اللي قلنا عليهم كفايه قوي، خلصوا هداها في 10 ايام. هد ايه؟ كلمهم، العماره دي مش هتهد طول ما انا عايش. بس غير عندي. لا انا فتحي، وبقول العماره دي مش هتهد طول ما انا عايش. خش اشتريتها. اسكت اسكت لحسن بعدين يعملها ويشتريها. السلام عليكم. مش هو ده البنك الكبير اللي فيه الفلوس؟ ايوه. حاضر مع المتهم، عند إذنك. اهلا استاذ كمال. اهلا وسهلا. جاي علشانه؟ ايوه. طيب اتفضل في سرايك. وعايز تشتري العماره ليه؟ عشان الفرماوي ما يهدهاش. الله، وانت يهمك في كده ايه؟ العشره، الناس اللي بيحبوا بعض وساكنين فيها. طيب ما يقدروا يحبوا بعض وهم ساكنين في عماره تانيه.
ايوه بس دي رخيصه وعلى قدهم ولماهم حرام. هو مش حرام لما تسرق وتتحبس. انا اللي اتحبس؟ احبس الفرماوي احسن عشان ما يهدهاش. ده غريب قوي. عشان خاطر ربنا خليه ما يهدهاش. ابعتوا له عساكر يمسكوه، شوف لنا حد يشتريها ولا يهدهاش. اشتريها انت. خلاص خلاص، تمت اقواله وامره، يفرج عنه بدون ضمان. انا حسيبك المره دي، لكن لو عملت اي حاجه تانية انا بنفسي اللي هدي العماره. لا لا لا، مش هعمل حاجه ابدا والله، والله ما هعمل حاجه ابدا ابدا كده. طب تعالى امضي بقى. بابا انا عايزك في كلمتين. انا اللي عايزك. اسمع، مهندس جاني واتفقت معاه بعد ما يهد العمارة يبتدي يبني الجديدة، وخد العربون، السكان لازم يخلوها بسرعة. قول مبروك يا أخي. شوف يا بابا، أنا دلوقتي مش هكلمك كمحامي، هكلمك كإنسان. مش ممكن نرمي الناس دول في الشارع وهم ما يقدروش يدفعوا إيجار غالي في سكن. يعني علشان إنسانية حضرتك نفتح لهم تكية؟ تكية ليه يا بابا؟ هم مش بيدفعوا إيجار. وده اسمه إيجار ده؟ على قدهم. مش يعني من قبل ما حضرتك تورث العمارة وهم ساكنين بيه يبقوا يسكنوا بيه في حتة تانية؟ حضرتك مثلا ليك عمارات كتير وكلها عمارات كبيرة، ساكن ليه في العمارة الصغيرة اللي ساكن فيها؟ المكان اللي بترتاح فيه يا بابا. لا ملكي وأنا حر فيه، أسكن هنا أسكن هناك. بس يا بابا دي مش مسألة ملكك وملكهم، دي مسألة تعود وحب المكان نفسه اللي تربوا ونشأوا فيه. يعني لو تربيت انا في مدرسة وانا صغير واتعودت عليها افضل قاعد فيها طول عمري لحد ما اموت؟ اسمح لي بقى بابا، ده مش منطق ولا دي مقارنة. انت مش عاوز تمشي في القضية بلاش، واذا حبيت تقف معاهم ضدي اقف. لو طلبوا مني حوافق. تقف ضدي؟ مش ضدك يا بابا، لكن مع الانسانية، مع الحق. يا السلام، حضرتك اللي علمتني كده، حضرتك اللي ربيتني بالاخلاق دي. ايوه، بس مش عشان تستعمل الاخلاق دي معايا، عشان تستعملها مع غيري. يا بابا الاخلاق هي الاخلاق معاك ومع كل الناس. أنا كنت عاوز أكلمك في حكاية كمال. ما تكلمنيش. ما هو برضه اسمح لي، تفاهم الوالد مع ابنه ما يبقاش بالشكل ده. أمال يبقى إزاي؟ باللين، بالهدوء. ما تنساش إن الأولاد مهما كبروا برضه يبقى لهم دلال على أبهاتهم، وأنت كتمته مرة واحدة مع إنه كان جاي عشان يفرحك بحكاية عروسته. طيب، وأنا منعته؟ كان يفرحني بدل ما يغمني بالعمارة وسكانها. خلاص ننسى الحكاية دي ونروح نجيبه عشان يفرح. أنا موافق. إيه؟ حتى لو كان ابوها ما عجبكش يعني؟ هو راح اتجوزه؟ لا يعني بقول لو كانت في الحكايه حاجه تضايقك ما تتضايقش منها ولا مني. ايه الالغاز دي؟ هي فين؟ روح هاتها علشان اشوفها، واي حاجه بعد كده ممكن حلها. ما انا لسه بس هتفاهم معاها في حاجه كده قبل ما تيجي. هقابلها النهارده بعد الظهر الساعه 5 في جروبي. ومتشكر قوي يا بابا عن اذنك. غريبه، يظهر فيه سر، ابوها ما يعجبكش، حاجه تتضايق منها. ازيك يا راجل؟ ازيك يا رافض؟ اهو ده
يا ستي الاستاذ كمال الفرماوي اللي لجالنا الفرح ولا بارك لنا حد. اهلا وسهلا. اهلا. دي فرصه سعيده قوي يا فندم. ميرسي. تليفون عشانك يا فندم. والله اقعد مع غدا شويه كمال على بال ما ارجع لك. طيب. انا اسف اني ما قدرتش اهني بالجواز، انما ان شاء الله نهني قريب بالسلامه باذن الله. ميرسي. هاتي الجورنال. انا ما بشتغلش عندك، واذا كنت بشتغل انت عارف ايه اللي ممكن يتقال لواحد زيك. الله، ايه حصل ايه؟ الفرماوي تاني. كان فين؟ في الشارع بره. في الشارع؟ الحمد لله. مدام هدى مرات الاستاذ رأفت زميلي في المكتب. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا مش فاهمه ايه اللي مخليه الايام دي نط في سكتي. مش في سكتك انت، في سكتي انا. انا همشي عن اذنكم. تشرفنا يا هانم. مع السلامه. ايه قلت لها ايه؟ ابدا ما ادتليش فرصه خالص، كانت متعكنينه قوي. كمال فين العروسه؟ اصلها كان لازم تروح تشتري شويه حاجات صغيره. استعداد وهتيجي امتى؟ اصلها في الحقيقه مكسوفه شويه. طب كويس اللي مش مكسوفه كتير. وكمان عيلتها بتدقق علينا. هي عيلتها لسه ما تعرفش؟ لا اصلي ما قلت لهمش. وهي دي عايزه قواله؟ هما ما عندهمش نظر؟ لا هما طبعا حاسين ان في حاجه، لكن ازاي لكن؟ ده باين خالص. انا كمان يا بابا اول مره بحب. على اي حال الموضوع لازم يتم بسرعه. حضرتك شايف كده؟ الا شايف كده طبعا. وما تخافش انا هكون معاك، انا ما اصبرش على الحاجات دي. يلا بينا. يلا بينا فين؟ نروح المكتب شويه ونروح لألها ونجوزكم على طول. تفضل. تفضل. ايه الحكاية؟ اجيبنا هنا ليه؟ ما هم ساكنين هنا. ساكنين هنا؟ ايوه. طيب اطلع. تفضل. مستحيل ابص في وش المستشار ده. يا بابا ده مستشار ولا حاجه، انا اللي كدبت عليك. لا مش ممكن. عشان خاطر يا بابا. انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن. ايه ده؟ انا مش قلت مش ممكن؟ معلش يا بابا عشان خاطر. حاجه حاجه لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا استاذ كمال، قصدي مستعجل، الست هتولد، رايح ارقع لمصطفى في التليفون عشان يجوا حالا هنا. ربنا ينفعها بالسلامه. يا مؤاخذه حاسب يا بابا حاسب السينما المكسوره. ايوه عارفها. مين اللي عمل الصلبه دي؟ واحد نجار. نجار؟ ده نجار سواقي، نجار ابيب. تجيبه بكره علشان ارفده. ده مش من عندنا يا بابا، ده هم اللي جايبينه. ولو برضه تجيبه علشان ارفده. حاسب حاسب. اسكت احسن ارفدك انت. بابا هنا؟ اتفضل. تفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. تفضل سريع. معلش بس بابا هنا وعاوز يكلمك في موضوع. الف اهلا وسهلا. اتاري البيت منور. انا جاي حالا. طيب. هي عبد العزة مش هنا؟ لا عايزة. طب يلا بينا. عن اذنك يا بابا دقيقة واحدة. معلش لنا رب اسمه الكريم. ربنا ينتقم منك يا فرماوي يا ابن حواء وآدم. أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا يا مرحبا. دلوقتي اهلا وسهلا. عاوز تاكل بعقلي حلاوه انا كمان مش كفايه الولد؟ لو كنت عارف انه ابنك ما كنتش اسمح له انه يخط من عتبه الباب ده. ايه بقى ما كنتوش عارفين انه ابني لما ضحكتوا عليه انت وبنتك؟ من فضلك بنتي ملهاش شأن في حكايه زي دي. ازاي؟ اعمى؟ ما بتشوفش؟ على كل حال انا جاي علشان اصلح موقفها. يا سيدي الله الغني، بنتي مش محتاجه لكم. انا مش فاهم انت جنسك ايه؟ افرض يا اخي انها مش محتاجانا دلوقتي، لكن لما تولد مش هتحتاج لنا؟ تولد؟ ايوه تولد، ولا يعني الولد هيقعد في بطنها طول عمره؟ بنتي حامل؟ عرفت تضحك عليها؟ لا 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 مش انا، ده كمال، كمال اصله لسه صغير. كمال! ليه بس كده يا استاذ احمد؟ ايه؟ روحت. طيب يلا. اطلع يا استاذ محسن. عزه انزلوا تلعبوا تحت. عزه والدي جوه. والدك؟ ايوه. بس قبل ما تخش عايز اسالك سؤال، انت موافقه؟ يعني مش هتغيري رايك مهما حصل؟ بابا. ايوه عزه. اهلا وسهلا، تشرفنا. عزه؟ ايوه. دي اوحش عزه في الدنيا. الله الله، بقى الراجل ده يبقى ابوك وكنت بتغشنا الوقت ده كله؟ غشك؟ انا فاكر انه غشك بصحيح وبقيتي حامل. حامل؟ انا حامل؟ لا 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 لا، مش لو كنت انت انا كنت قطمت رقبته. دي واحده ثانيه. واحده ثانيه؟ انت عاملها شغلانه؟ انت قليل الادب. انت بتقول ايه؟ انت اللي يا بابا حلمك شويه. ليه ما تسيبه يشتم ويبين اصله؟ ما انا عارفاه. طب ما الاصل هانم كانت بتشتغل عندي وطردتها علشان قله ادبها وقله ادب ابوها كمان. ايه؟ اولا انت ما طردتنيش، انا اللي استقلت. استقلتي؟ الاستقاله اتقال. طيب تعالي اشتغلي عندي من تاني علشان اطردك من تاني. ايوه يا بابا، يا بابا كفايه بقى. كفايه؟ بس كفايه جايبني في عيله المجانين دي علشان تهز وتهان وتبهدل؟ مش محد مجنون ومكفوف اللي يا عمي. بلا عمك بلا جبتك. يلا اتفضل انت وابنك من بيتك. ايه ده؟ شيل ايدك، شيل ايدك. اسمعيني بس. مين دي اللي حامل يا استاذ؟ مش انتي؟ ما انا عارفه ان مش انا، انا عايز اعرف مين هي بس. يا حبيبتي دي هدى، هدى مرات رأفت اللي شفتيها معايا في جروبي، هو افتكرها انتي. اي اي اي. على مهلك، على مهلك، على مهلك، على مهلك. اتفضل اتفضل استريح. استريح. ادعك له رجله يا بابا لما اجيب شويه ميه سخنه. انا احسن حاجه بابا اروح اجيب لك دكتور. ثانيه واحده. ايه اللي حصل يا اخويا؟ بابا اتكعبل في السلمه المكسوره. كبدي يا اخويا سليمه ان شاء الله. سلامتك يا استاذ. ان شاء الله هو اللي يقع وطلقتم رقبته زي ما هو غوى زي الناس. الهي وانت جاهي اشوفك يوم يا فرماوي يا ابن حواء وادم. كبدي يا اخويا. بس بعدي عني. يوم هو مال عصبي كده ليه؟ الحق عليا عشان خاطر الاستاذ كمال بس. حطكم بعافيه. هتقرص كده على رجلي؟ عزه مش وقته، مش وقته. يا رجلي خير. احنا اسفين يا دكتور تعبناك معانا. لا ده واجب علينا. دكتور الحقني. في وجع هنا؟ لا. ولا هنا؟ يعني اي هنا. لا دي حاجه بسيطه. بس الخطوره لو مشيت على رجليك. لازم تفضل كده مطرحك 24 ساعه. لا 24 ساعه ما اقعدش ولا ساعه. ادعك كويس، ادعك. اديله اشعه حالا. حاضر. والله مش بطل احسن من امبارح. صباح الخير. صباح الخير. طب قول صباح النور. صباح النور. والله نومه حلوه، شقه مش بطاله. انتوا وجدتوا شقه تانية؟ هنسيبها لك، هنسيبها لك عشان تسكن فيها وتبقى مكوش على الدنيا كلها.
طب وانتوا هتسكنوا فين؟ وانت مالك؟ سؤال سؤال وياك السؤال حرم؟ اعوذ بالله، ماله عامل كده؟ انا اسف على اللي حصل، بس ان جيت الحق يا عزه انت كمان باباكي عصبي شويه. يعني عايزه يشتمه هو يسكت له يعني؟ لا يا ستي ما يسكتلوش. امال ايه؟ يهدي الحكايه. يعني هما يتخانقوا مع بعض وتيجي على دماغنا احنا؟ قولي هو الشقه دي كام اوضه؟ ما انت وارثها. لو كنت حضرتك بنيها بتعبك وشقاك كنت تعرف فيها كام خرب كده. طيب اديني ههدها وابنيها بتعبي وشقايا علشان ابقى اعرف فيها كام خرم. هدها. طب مش ههدها؟ ما تهدها يا اخي، اديني فرصه انكد عليك شويه. قول لي بس اعمل وياك ايه؟ شايف الباب ده؟ ايوه. اتفضل امشي. طب مش ماشي بنتي عزه، تعالي هنا تعالي. شايف الراجل اللي اسمه ابوك ده؟ هو الراجل ما بيفهمش حاجه، ما عندوش ذوق، بيطردني من بيته. ايوه اطردك. يا بابا صحتك، التفاهم يا بابا. مفيش تفاهم. ايه بس مفيش تفاهم كده؟ كده؟ طب انا هعرف اتفاهم معاك ازاي؟ يلا روح هات لي بدلتي وخد جلابيتك. الله الغني افتح. الله اوعى. الله ايه يا بابا؟ تاني؟ يبقى فكرني بكره اقول للصبح افندي يصلح السلالم المكسوره. ايدك على قرش الجار. وانت كمان ايدك على قرش الجار. خالصين؟ خالصين. يا رجل. وولد. وولد. جاني ولد. جاني ولد. استنى. محدش يتحرك مكانه.